Bismillah, salatu selam, Resulullah. هذا موتور اسطنبول اللي هو رينو اسطنبول نوفو موديل، هو موتور كليو، هو نفسه غيروا فيه شويه حاجات خفيفه مش برشا، يعني هو نفس الموتور كليو كلاسيك، كليو اللي في بعض كليو البومبي في الموديل الاخراني، في كليو كلاسيك. هذا الموتور هذا بتاع كليو كلاسيك الاخرانيه، اما هنا باش ردوه اسطنبول او بدلوا له البولي والتعرض، عملوا له كروا عريض، عملوا له ترنتير عريض، بدلوا له شويه طوندير، ردوا هنا كما الزر خلوه كما هو، يعني ما بدلوش، يعني هذا هو الحالات اللي بدلوها، يعني بدلوا فيه كان لافون هذاك اللي هو ردوه الكروا العريضه، يعني ما بدلوش فيه حاجه، الشان قاعده هي مكانها، السيبور قاعد هو مكانه كما هو، فلتر الزيت كيف قاعد مكانه، يعني كل شيء قاعد مكانه، يعني مش ما بدلوش فيه حاجات كبيره. يعني هذه الكور بابيون، هذه كور بابيون، هذه بوبينه من تالي، هذه رينفلير، يعني هذه من هنا الرير نتاعو اللي هي فما ترموستال مانو نتاع السخانه، هذه البوات، بوات فيتيس، ما ردوش في حاجات اللي هما كبيره، فهمتني كلها. هو نفسه موتور الكليو، يعني مش هذا الجوج نتاع الزيت، يعني ما بدلوش فيه حاجات كبيره اللي هي ما بدلو، كان هذايا لافون ردوها كروع عريضه هكا هو بدلها، يعني السيستم نتاعها برك هكا هو. هذا هو انا ريتكم اعطيتكم فكره على موتور اسطنبول، يعني انا هما يعني مبعوث من فرنسا بالتكليم نتاعو مكتوب على اسطنبول. انا محرك الاسترا جي هذايا ايسونس شان حديد، فيهم هما توا الاسترا هاش خرجوهم شان بلاستيك شان كروا، هذا هما استرا جي شان حديد، هذايا المحرك نتاعنا اللي هو تاع الاسترا جي ايكوتيك، استرا جي ايكوتيك سموه. وطبعا الاسترا لوبيل كلها تخدم على ليكوتيك. هذايا محرك، هذايا من هنا الواجهه نتاعو، هذه الواجهه نتاعو من هنا، هذه يعني الجنب اليمين نتاع السياره وين يركب في السيبور، هذه الكروا نتاعو اللي هي العاديه كروا بلاستيك، هذه الانترناتير، هذه التوندور نتاعها، توندور عنده توندور بروسور اوتوماتيك يخدم وحده، يكسي وقت تكسيلاري يرجع لتالي، وقت تسيب يرجع قدام باش يكسي كروا. عندنا من قدام هذايا في المحرك، هذايا من قدام عندنا بعض حاجات، عندنا سورتي نتاع الماء نتاع اللي تمشي للكرباتير والشوفاج، عندنا سورتي نتاع الماء تمشي للراديتير فوق اللوطا، عندنا المانو نتاع السخانه، عندنا الكابتور نتاع الربركام، هذوما الحاجات اللي موجودين من قدام، عندنا طبعا البومبا هو هذه، عندنا البولي موتور ندوروا من جنب هذايا اللي هو الخلفي نتاع تسمى الخلفي نتاع المحرك، هذايا من تالي، هذايا القطعة هذي من تالي في المحرك ما تبانش، يعني الأغلبية ما يشوفوهاش، يعني لأن ما تظهرش. عندنا كولكتور، عندنا كولكتور ادميسيون، عندنا كور بابيون اللي هي هذي كور بابيون الكترونيك، كلهم الكترونيك في النسرة. عندنا الخيوط نتاعنا، الشعب نتاع الماء، الشعب نتاع شو اسمه نتاع ليسونس اللي هما يركبوا في الانجكتورات، هذه عندنا الانجكتورات هما 4 سلندر 4 انجكتورات، عندنا الجعبه نتاع ليسونس، عندنا من هنا
ندخلوا التصميم نتاعنا. عندنا لومبرياش اللي هو عندنا هنا لومبرياش، عندنا ديسكو بلاتو والفولوموتور، من تالي عندنا الفلتر نتاع الزيت يجي خلف المحرك هنا، الفلتر نتاع الزيت كاطوش. عندنا جنب هذايا اللي فيه الشكمو، عندنا الشكمو هذايا، عندنا طبعا الكلاس نتاعنا اللي هو هذا الكلاس، عندنا الشكمو، عندنا الكاتاليزر شكمو يسموه، يعني تو كولكتور ولا ديريكت يعني كومبلي بالكاتاليزر نتاع. عندنا الجوج نتاع الزيت، عندنا كارتير من لوطا. هذه بالنسبه للموتور الاستراجي ايكوتيك، يعني معروف، يعني حبيت نعطيكم عليه فكره يعني.